ايه الاخبار يا ناس؟ حلوه، عاملين ايه؟ وقال بيكم فيديو النهارده من قابس ومنبه. النهارده هنجرب مع بعض لعبه تقدر تقول انها مجانيه، ماشي؟ دي لعبه معموله عشان حاجه اسمها لودم دير، النسخه 48 منها. لودم دير ده عباره عن حاجه كده زي مسابقه لمطورين الالعاب، بيتجمعوا وبعد كده بيكون في زي ثيم معين او بيكون في موضوع معين وهم لازم يعملوا لعبه عن الموضوع ده، تمام؟ بيبقوا فرق وكده. فاللعبه اللي هنلعبها دلوقتي موجوده ببلاش، واللينك بتاعها موجود تحت في الوصف اللي عايز يلعبها. اسمها سب مورتم. فكرتها ان في غواصه بتغرق وانت بتحاول تهرب منها، بس دي الخلاصه. فخلينا نجيب اللعبه، خلينا نبدا منبه واوريكم دي سب مرتم. طبعا الجرافيكس بسيطه جدا لان هم قدامهم سوري هم قدامهم 48 ساعه عشان يخلصوها. انا افتكرت دلوقتي، اعتقد 48 ساعه عشان يعملوا، فاللعبه دي متطوره في 48 ساعه. والله ما فاكر التفاصيل قوي، بس الموضوع ده اصلا في مصريين بيشكوا فيه على فكره. فاحنا عندنا ممكن نستخدم رينش، ممكن نستخدم فاير اكستنجوشر، سيمنت فوم، سولدرنج ايرون، وبعد كده ممكن نتعامل مع البيبان. نبص على المانوال بتاع السمارين ونتوجل الجيم منيو ونجري ومش عارف ايه. اوكي، يعني معانا يعني مفتاح فرنساوي، ومعانا طفايه حريق، ومعانا زي فوم كده اسمنتي، ومعانا حاجه بتلحم الحديد. اوكي، فندوس نيو جيم ونبدا. بسم الله. وزي ما انتم شايفين الجرافيكس بسيطه جدا، اصلا جرافيكس عامله زي العاب الرعب الديب ويب. فايه بقى؟ يو ار ميسنج ذا كي. اوكي، ضايع مننا الباب بتاع المكان ده. فايه الباب فين؟ تحت المخده. فين الباب؟ هو احنا قلنا الزراير ايه؟ اف اف تو انتراكت. ده في سمك بره وبتاع، ايه الجمال ده؟ هو انا بغرق؟ هو انا بغرق صح؟ هو انا اوريدي بغرق صح؟ اه مفتاح اهو. اوكي، افتح الباب. اوكي، الدنيا بتغرق فعلا. طب ايه؟ تو ستاب، معانا مانيوال، بايب رينج. ذا بايب رينج. اوكي، البايب رينج عشان نصلح الليكس او الدنيا وهي يعني الميه اللي بتقع. السمنت فوم عشان نصلح الامرجنسي هول ريبير، ولو في نار نصلح الفيكس. كراش ديبث. اوكي، نوتد اون ذا ديبث جيج ان ريد. اوكي اوكي ماشي. ايه ده؟ دي اللعبه دي حوار يا جماعه، اللعبة دي حوار والله. اوف اوف، دي حوار والله العظيم. طب لحظة بقى، لحظة، شايفين البتاع السالب ايدي دي؟ لما توصل للاحمر السفينة تكون غرقت خلاص، وفي حيوان. اوف، لقينا فايرنج اكستنجوشر ده، وفي معانا وفي حيوانات ماشي، ولازم نصلح حاجات الكهرباء بالسولدرنج ايرون، ولازم نطفي النار بالطفاية الحريق، ولازم نصلح كل حاجة، وفي حيوانات عملاقة زي اللي هناك ده اعتقد ممكن يبوظ لنا الدنيا. اوكي، فاحنا محتاجين نصلح كل حاجه في السفينه دي. اوبا، محتاجين نصلح كل حاجه في السفينه دي. اوكي ماشي، الباب ده يفتح ما بيفتحش، محتاج مفتاح، والباب ده محتاج مفتاح، كل الابواب تقريبا محتاجه مفاتيح. طب ايه طيب؟ طب ايه طيب والله؟ طب ايه والله؟ انا متوتر اقسم بالله. نمشي كده، شوف في ايه هنا. لا، دي الاوضه اللي انا جاي منها اصلا. ايه التخلف ده؟ اوه، ده مفك، ما ينفعش اخده. طيب نطفي النار عامة، ممكن تكون الطفايه فعلا كانت اول حاجه عايزين نلاقيها. طب ايه ده؟ طب انا قدامي وقت قد ايه؟ ميسنج كي. هو انا فاتني حاجه تانية؟ في ادوات تانية في مكان ما انا ما شفتهاش. ايه ده؟ لحظه، اوكي، الباب ده فتح. الباب ده الرنش اهو، ماشي. احنا قلنا الرنش بيصلح ايه؟ احنا قلنا الرنش بيصلح الميه صح؟ فدي مثلا ايه ده؟ لا، محتاجين نلاقي سيمنتنج فوم. طب البايب دي؟ اوكي اوكي اوكي، البايبس دي ممكن نصلحها. تمام، الكهرباء هي اللي بتعمل الصوت ده. اوكي، طب احنا ممكن نصلح المواسير. ايه ده؟ يقول نيد سيمنتنج مش عارف ايه. ايه ده؟ مش فاهم. نيد سيمنتنج فوم، نيد سيمنتنج فوم. هي بتفرق من حاجه للتانيه ولا ايه؟ هو انا صلحت ايه من شويه؟ احنا محتاجين سيمنتنج فوم كتير قوي يا جماعه. طب في باب تاني بيفتح او حاجه؟ ده محتاج مفتاح. طب هنا ايه؟ سيمنتنج فوم، محتاجين الفوم ده، محتاجين الفوم ده ضروري. امال الرنش ده بيعمل، الرنش بيعمل الحاجات اللي بتطلع بخار. اوكي 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 ماشي، فهمتها اكتر دلوقتي. ماشي، طب نطفي ده ونطفي ده. ماشي، طيب في نار هنا نطفيها. اوكي، مفيش أي حاجة هنا ولا هنا جديدة ناخدها. هو ده إيه طيب؟ ولا ده إيه؟ مفيش حاجة ورا ده؟ لأ.
ايه التوتر ده؟ الوقت قرب يوصل لنصه. طب والله لعبه جامده جدا اقسم بالله. ان هي تتعمل اوه مفتاح كابتن كورترز. اوكي هل ده؟ اوكي لقينا حاجه ولقينا مفتاح كمان ماستر كي. اوكي مفتاح ده بيفتح اي حاجه. مفتاح اللي معايا دلوقتي ده ماشي. طب تعالوا بقى نفتح بقيه الابواب ونشوف فيها ايه. كان في باب تحت محتاج مفتاح. يعني يعني يا جماعه انتوا بتتكلموا في لعبه بجد الناس طورتها في وقت قليل جدا 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 فعامله كده جامده جدا الصراحه. ده ايه ده؟ سيمنتنج فوم. اوكي ده مهم قوي بقى. ماشي خلونا نصلح كل حاجه محتاجه السيمنتنج فوم ده. ماشي بحيث ان احنا ايه، وده برضو محتاجين نعمله كده. اوكي وده محتاج ايه؟ ثلاثة. اوكي سوري ده انا مغفل قوي والله العظيم. انا كنت بصراحة مش مغفل، انا كنت مركز مع المخلوق الكبير اللي قدامي ده. ده حبار كبير ولا ايه؟ تقريبا حبار كبير. عامة لو عايزين العاب كتيرة زي دي يا جماعة قولوا لي. ها ايه ده؟ sounds like the giant squid is getting closer. بيقولوا ان هو فعلا بيقرب. اوكي الحبار الكبير بيقرب. انا محتاج اصلح كل حاجة اطلع عليها بسرعة. اعملي ده كده وده كده. ماشي معانا حلاوه دلوقتي. في صوت بلبق، في صوت بيعمل بلبق. صلح ده. اوه في باب هنا اصلا ما فتحناهوش قبل كده. اوكي ايه الباب ده بقى؟ برضه محتاجين سولدرنج ايرون. واحنا ممكن نتعامل مع، احنا لازم نصلح السفينه عشان نهرب من هنا بس. خلاص فهمنا حاجه. اوكي فننضف ده كده. اقفل ده واقفل ده. ماشي محتاجين سولدرنج ايرون ضروري والله العظيم. سولدرنج ايرون اللي بتصلح حاجات الكهرباء اللي بتطلع سباركس دي. اوكي الحبار وصل لفين بقى؟ هو الحبار بيوصل مع الوقت ولا ازاي؟ مش فاهم. يا نهار ابيض ده قرب قوي. طب هو بيموتني لما بيوصل ولا ايه؟ انا معرفش. اوكي اقفل دول اعمل دول. هو تقريبا لما بيوصل مش بيموتني، تقريبا لما بيوصل بيصعب عليا الموضوع اظن. ده اللي انا فهمته يعني من اللي قريته بسرعه يعني. انا بقول لكم اول مره العب اصلا اللعبه، ما رضيتش العبها حتى قبل الفيديو عشان تبقى كل حاجه اول مره العبها. طب احنا محتاجين سولدرنج ايرون ضروري والله العظيم. محتاجين السولدرنج ايرون ضروري جدا. ايه ده؟ انا مت؟ الو؟ انا مت صح؟ انا مت. طيب هنجرب تاني في السريع. اوكي هات الحد ده، هات ده. اجري. لحظه الاوضه دي هات منها الرنش. ماشي اجري تاني. هتلاقي هنا مفتاح في مكان ما اهو، مفتاح الكابتن كورترز. خده واعمل كده وخد المفتاح ده كمان. ماشي وبعد كده انزل تحت بسرعه عشان نشوف ايه اللي تحت. وخد الطفايه صح، خد الطفايه فطفي النار. النار بس عشان ممكن النار تاذينا في اللعبه دي. على ما الحبار جاي في وشنا. اوكي بيقول الحبار الكبير ده ممكن يزعلني، لازم امشيه من هنا بطريقه ما. فاحنا محتاجين نكتشف طريقه نمشي بيها الحبار. ايه ده؟ بيقول لك المايه دي بالكهرباء، لازم اظبط الكهرباء. ماشي سيمنتنج فوم اهو، لازم نخلص من الحبار ده بطريقه ما. اوكي ما كنتش واخد بالي منها قبل كده الحته دي. ماشي فاحنا محتاجين الولد اهي بس خلاص كده. احنا معانا كل حاجه نصلح بيها الادوات المكان كله يعني. فتعال نصلح كل حاجه مع بعض. نطفي النار هنا بس الاول، وهنا وهنا، وفي نار هنا كمان. وبعد كده اصلح لي ده. لا مش ده، مش كده، كده وكده. ماشي وكده وبعد كده هنا ده كده. لا مش كده، ده اللي كده بدي. وبعد كده اقفل ده واقفل ده وبعد كده ده. ماشي الاوضه دي دلوقتي 100 على 100. بيقول لك انجن برايمد. اوكي مش عارف يعني ايه انجن برايمد، بس واضح ان هي حاجه ليها علاقه بان السفينه الغواصه بتمشي دلوقتي تقريبا. نصلح ده. ماشي نعمل كده. اعتقد السكويد بيقرب مع الوقت يا جماعه اظن، ده اللي انا فهمته. فلازم ننجز بسرعه. انا دلوقتي المفروض عارف انا بعمل ايه، فالدنيا تبقى تمام ولا ايه؟ والله العظيم اللعبه ممتعه جدا على لعبه مجانيه على فكره. اربعه صلاح ده. اوكي كده كل حاجه في الاوضه دي تمام. لا لسه. ماشي كده كل حاجه في الاوضه دي تمام صح؟ تمام. ماشي اقفل على ده برضو واقفل على ده. لسه الكهرباء هنا بايظه. فتمام. اخبار السكويد ايه؟ بيقرب. ماشي
عايزين نمشي السكويد بطريقه ما. يبقى احنا هدفنا نصلح السفينه او الغواصه وكمان نخلص من السكويد في نفس الوقت. ازاي؟ اعرف انه مان. طب انا حاسس ان الكهرباء هي هدفي الاول عشان نشغل الحاجه اللي هتخلي السكويد يمشي. فخلونا نصلح الكهرباء في المكان كله. ادي واحده كمان هي بايظه. ماشي. فين الكهرباء الثانيه؟ فين الكهرباء الثانيه؟ فين الكهرباء الثانيه؟ ادي النيله نور. هو لسه ما قالش ان السكويد جاي على ما اظن. ما خدتش بالي بس تقريبا ما قالش. أربعة. اوكي. والله العظيم برافو عليهم جدا، اقسم بالله. برافو ان في لعبة زي دي ممتعة كده. ماشي. ماشي. في كهرباء تانية بايظة؟ ايه. اوكي. ده جاي منين ده؟ ايه ده؟ بيتصلح ازاي ده؟ اوكي. اوكي اعتقد كده صلحت كله. اعتقد كده صلحت كل الكهرباء في المكان. اظن كده صلحت كل الكهرباء في المكان. هو كده السكويد وصل لفين؟ هنصلح كل حاجه ثانيه دلوقتي. بس هدفنا الاول نخلص من السكويد. اوكي هو لسه بعيد شويه، لسه بعيد شويه. هل الاوضه بقى اللي احنا كنا عايزين نخشها اللي ما عرفناش نخشها من الكهرباء بقت كويسه؟ ولا ايه؟ في صوت لسه. في صوت بتاع الكهرباء بايظه لسه. لا ما تقولش. ايه ده لحظة؟ أنا بدأت المحرك، أوكي؟ المحرك اشتغل دلوقتي بس. أنا ما كنتش مشغله قبل كده، تمام. تمام 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 تمام. طيب. ماشي. ده لسه مش عارف أصلحه. فلحظة بقى. أعمل ده في السريع. أعمل ده في السريع. هو السكويد كده بهرب منه ولا لأ؟ يعني كده أنا شغلت المحرك، فهل كده ببعد عن السكويد ولا لأ؟ أنا ما أعرفش. آه في كهرباء هي بايظة، أوكي. اوكي هل خلاص كده؟ هل خلاص كده ولا ايه؟ انا المفروض اروح اشوف صح؟ المفروض اروح اشوف، المفروض اروح اشوف. والله العظيم اللعبه ممتعه جدا، بس انا حاسس ان انا ممكن اصلح كل حاجه الاول. حاسس ان انا ممكن اصلح كل حاجه الاول. يا عم هات ده. ماشي. صلح ده. اوكي صلح ده. صلح ده. صلح ده. صلح ده. بيبقى ايه في السفينه دي مش شغال؟ متبقى ايه في السفينه دي مش شغاله والله. حاسس ان انا عملت كل حاجه. نزلوا على حاجات ليها اصوات اهو. اوكي. حاسس ان كل حاجه سليمه كده. السكويد بيقرب قوي. اوكي. حاسس ان انا صلحت كل حاجه. ده لسه بيعمل. Looks like the squid is getting close. ايه؟ I wonder if I can use this the fuse box. ايه ده؟ كده اشتغل؟ اه كده اقدر اجي هنا، اوكي. لحظة. الحاجات دي بايظة، اوكي، لازم نصلحها بسرعة. اوكي، فدلوقتي has no power. شغل باور دلوقتي. باورنج ذات، ايه لحظة. اوكي اعتقد كده شغال، اعتقد كده شغال. ايه ده ايه ده؟ في حاجة غلط هنا. في حاجة غلط هنا، هنلحق ولا ايه؟ شكلنا هنلعبها مرة كمان يا اخوانا. والله شكلنا هنلعبها مرة كمان للأسف. أعتقد الماية على الأرض دي عايز أخلص منها. ماشي طب طب نعمل ده، نلحم ده، هنصلح ده بسرعة. خلاص بقى كده أهو. فإيه أخلص من الماية دي إزاي؟ أنا أخلص من الماية دي إزاي؟ لأن أنا محتاج دي، محتاج دي تعمل كده. فلما بعمل كده المكان ده بيتكهرب، فما بعرفش أشغل الزرار. فأنا محتاج كهرباء. اعمل ايه؟ اعمل ايه والله؟ اعمل ايه والله؟ في ووتر بامب او حاجه؟ لحظه انا محتاج توربيدو اصلا. انا محتاج توربيدو اصلا. ولا انا ممكن اهرب على طول وخلاص؟ فين؟ انا مت. اوكي 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 يا جماعه، هي دي المره، هي دي المره اللي هنكسبها. اوكي هي دي المره اللي هنكسب فيها ان شاء الله. انا خلاص بقيت عارف المفروض نعمل ايه؟ فهننجز في السريع جدا 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 جدا. حرفيا هنصلح السفينه كلها وبعد كده نشوف هنخلص ازاي من الراجل ده وخلاص. فالاول خلينا نطفي هنا. ماشي. نكمل على تحت. احنا معانا مفتاح صحيح؟ لا نرجع تاني. لحظه واحده. افتح لي الباب ده، ما ينفعش. افتح لي الباب ده. اوكي. هات الرنش ده. حلو قوي. وبعد كده هات لي المفتاح ده. حلو قوي قوي قوي. وبعدين صلح لي هنا. لا معيش الاسمنت لسه. فالاول ننزل. ننزل تحت. السكويد لسه صغير. فماشي كمل طفي دول.
حلو قوي قوي قوي. افتح ده، خد دي، نزل السكينه دي لتحت، طفي ده. ماشي 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 ماشي. طلع حوار الكهرباء مش مهم قوي بالنسبه لنا، احنا بس عايزين بس ايه نظبط الدنيا شويه. هناخد كده اوكي، وهنا بقى نصلح كل الحاجات دي بسرعه عشان هنا هنشغل الانجن، ودي اول خطوه بالنسبه لنا. انجن از برايم، تو دامج تو ستارت. اوكي لازم نصلح كل حاجه هنا عشان نشغل المحرك. ماشي، والله مستمتع باللعبه دي بشكل غبي غبي يعني. ماشي، هنا دي اللي بتعمل دي كده بس، بعد كده ده كده. حلو حلو. هو فين بقيه الناس اللي في الغواصه دي؟ والله العظيم اعمل ده واعملي ده. اوكي شغل بقى ده، انجن ستارتد. حلو كده الكهرباء شغاله. ماشي كده خلاص شغال، الكهرباء شغاله زي الفل. صلح ده. اوكي طفي لي النار هنا، وبعد كده كان في كهرباء هنا تقريبا اهي، صلحها. جميل جميل، وفي واحده كمان هنا صلحها. حلو حلو حلو. في هنا حاجات لازم تتقفل بالسمنت بالاسمنت. حلو، في نار هنا ما كنتش واخد بالي منها قبل كده تقريبا، فتمام تمام. فين بقى التوربيدوز؟ يعني لازم نعرف التوربيدوز فين برضو، لازم نعرف التوربيدوز فين بجد. طيب عامة هنا بس ممكن نطلع ده. هنا اعملي دي باسمنت، اعملي دي باسمنت، واعملي الحاجات دي كلها باسمنت برضو. ماشي ماشي ماشي. وبعد كده اعملي دي بالرانش. حلو، وبعد كده اعملي ده، صلح لي ده، صلح لي كل ده. خلاص دي متصلحه بشكل بالنسبه. اوه وات، المايه نزلت ازاي المره دي؟ ايه الهبل ده؟ اوكي دلوقتي نشغل ده، فممكن ندوس على التوربيدو تقريبا. عملنا توربيدو، فاظن كده بعدنا عننا الشيء ده شويه. ايوه موتنا. اوكي مات 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 مات، الجاينت سكويد مات. حلو قوي قوي قوي، اللعبه دي عظمه على عظمه والله العظيم، مستمتع بيها جدا جدا. اوكي بعدين لا، وخصوصا بان هي لعبه اتعملت في السريع جامده جدا. واكتشفت حاجه على فكره، بحب النوع ده من الجرافيكس والله العظيم، بحب النوع ده من الجرافيكس. انا متوتر ليه؟ بحب النوع ده من الجرافيكس جدا جدا. طيب نطلع نكمل فوق. اظن بقى طول ما السفينه او الغواصه دي بتعمل لون احمر، فده معناه ان مش كل حاجه بنصلحها، لان اعتقد الجيم اللي فات قبل ما اموت كان فيه اخضر. فماشي اعمل ده. لا بعمل ايه؟ ولا ده كده بس. تعال نعمل البخار كله الاول عشان انا عبيط ومش مركز عشان الصيام، او مش عارف انا لسه صايم وانا بسجل الفيديوهات دي. استنوا. ماشي ماشي ماشي، مفيش بخار هنا تاني. ماشي اوكي، نعمل بقى حته السمنت وطفي النار هنا. هنخلي الكهرباء اخر حاجه، هنخلي الكهرباء اخر حاجه. نعمل السمنت هنا، نعمل السمنت هنا وهنا. حلو حلو حلو، قربنا نخلص كل حاجه في الهل. صح كده صح كده. اوكي دلوقتي بقى مش ناقص غير الكهرباء تتصلح. صلحنا دي، شكلنا خلصنا يا جماعه، شكلنا هربنا يا جماعه، شكلنا بنهرب يا اخوانا. استنى بقى كده. ماشي ماشي، في 10 جت في وشي. ايه ده؟ ماشي خلاص دي اتصلحت، ناقص بس الكمبيوتر ده. ايه اوكي، وده والبتاع ده. خلاص اوكي، النور بقى اخضر، شايفين النور بقى اخضر، فاعتقد كده نقدر نهرب. ريبير سكسسفول اسندنج تو سيرفيس، خلصنا اللعبه. الصراحه الصراحه كانت لعبه ممتعه، خصوصا حوار لودم دير ده. لحظه واحده عشان عايز اقول لكم اكتر عن لودم دير ده، فلحظه واحده كده عشان برضو ايه ابقى انا فاكر كل حاجه صح، لان انا بصراحه كنت اعرف عنه حاجات كتير قوي بعد كده نسيتها كلها، فمش عايز اكون بحور وعايز افتكر هو لودم دير ده 48 ده كان حاجه بجد ولا ايه. فخلونا نشوف كده. اوكي لحظة واحدة. بص بيقول لك استعد اللودم دير 48. اوكي اوكي اوكي، ده بعد 19 سنة. كومبو. المرة دي كان الموضوع كومبو، اوكي.
عامة العاب اللوت البداية دي حلوة جدا. وبيعملوا اللعبة في عطلة نهاية الأسبوع، يعني بيبقى في ويكند تمام، هما بيحاولوا يخلصوا اللعبة كلها في الويكند ده يا جدعان، فاهمين؟ فتخيلوا أنت عندك ويكند واحد بس تعمل فيه لعبة وعملت فيه اللعبة دي، والله العظيم عظمة، والله عظمة. لودم دير 49 كانت النسخة الأخيرة ده، لأ اللي احنا لعبناها دي كانت آخر نسخة، دي كانت في إبريل. إيه ده إيه ده إيه ده، دي اللعبة دي لسه نازلة من قريب على فكرة، دي لسه نازلة من قريب قوي 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 تقريبا. فا اوكي لا انبسطت 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 انبسطت. عموما ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، عجبكم يا ريت تعملوا لايك تشتركوا في القناه مش مشتركين. اللي عايز يلعب اللعبه دي موجوده تحت في الوصف، ويشوف بقى هيخلصها بقد ايه. ماشي، استمتعت بيها جدا والله العظيم، وانا في الفيديو ده انا اشوفكم المره الجايه ان شاء الله، بحبكم قوي و سلام.